تنساوش هذا الاسبوع الثالث كما قلت لكم انا ماشي سحار، لان يعني كره القدم هذه كتبغي مسائل بدنيه تكتيكيه تقنيه. الدراري اليوم الحمد لله طبقوا لي واحد 40%، انا كنطالب منهم 50%، لان ما يمكنش الافكار يوصلوا دغيا. كعارف بغيتي الافكار خصك تاخذ واحد المده، وخصك يعني مستوى ديال اللاعبين يكونوا محترفين باش يطبقوا لك الافكار. دابا الحمد لله الدراري داروا واحد المجهود كبير، مجهود بدني، كنا ننتصروا اكثر بواحد، يعني ضيعنا فرص، باقا ما عندناش الفعاليه، كانت تحرمنا من ضربه جزاء يعني واضحه. ما فهمتش انا علاش ما تعطاش، وكون تمرك عندنا التعادل كان الهدف الثاني غادي يهنينا. ولكن الحمد لله انا راضي على الاداء. كنبغي نشكر الجمهور، يعني حقا اجواء ما مشتاش بريمير ديفيزيون، يعني قليله يلا واحد جوج ملاعب اللي كيكون فيها ولا ثلاثه اجواء، يعني جمهور ديال الفرقه خصها تكون تلعب كوب دافريك، ملعب عالمي، مدينه عالميه. نتمنى ان شاء الله هذا الفريق يرجع للمكانه الطبيعيه ديالو، لان حيب انا بعدا انا تنحشم ملي تنشوف هذا الجمهور وهاد الاجواء. انا والله الا تيبقى فيا الحال بالله انا ندير كل جهدي ان شاء الله، ناخذ شويه الوقت باش ندير ديك الفرقه اللي بغيت ان شاء الله. من هنا واحد حنا باقيين في مرحله ديال الاستعداد، واحد من هنا ثلاث دورات اربع دورات غادي نطبقوا كل شيء، وغيكون حتى الفريق واجد بدنيا ان شاء الله، وغنوليو ننتصروا بسهوله باذن الله. بالنسبه ديالي كلاعب انا تنبغي اللعابه حارين، انا اصلا حار، يعني انا ما سكتش، يعني ضروري خص اللاعب يكون حار. دائما كنحفزهم ديك التجربه اللي ديال 30 عام ديال مدرب ولاعب، دائما كنوصل اللاعبين وكنشكرهم لانهم يعني استجبوا رغم نقص اللياقه البدنيه.